تم استعراض أبرز التخصصات النادرة على مستوى كليات العلوم الطبية التطبيقية في المملكة العربية السعودية، وأيضا تم الاتفاق على تبادل الخبرات والتوسع في هذه البرامج الذي يكون لها احتياج في سوق العمل بشكل كبير جدا بين الجامعات، خصوصا بعد أزمة كورونا هناك احتياج لبعض التخصصات مثلا الرعاية التنفسية، فهذا التخصص يوجد شح في عدد الخريجين موجود فيه، فلذلك تم الاتفاق على التوسع في هذه البرامج والتخصصات النادرة والاستفادة بالخبرات المتراكمة بين كليات العلوم الطبية التطبيقية بالجامعات السعودية.